النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الزمن له ويكون متفقا مع البائع، يعني تذهب أنت لتشتري وتتفق مع البائع أو تهم بالاتفاق مع البائع على ثمن، فيأتي آخر فيزيد على ما عرضته أنت، إما لنفع البائع، بينهما قرابة، بينهما صداقة، بينهما اتفاق أن الزيادة تكون بالنصف إلى غير ذلك، أو يريد أن يضر المشتري بتكثير الثمن عليه. الناجش آكل ربا خائن. لا تناجشوا ولا تباغضوا، تحريم التباغض. النبي صلى الله عليه وسلم: يريدنا أن نتحاب فنتباغض، يريدنا أن نتواصل فنتقاطع. يريدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون إخوة أولياء لا أن نكون أعداء، فنأتي بما نهى عنه وحذر منه: ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني لا تهاجروا، يعطي كل أحد منكم لأخيه ظهره، ولا تدابروا، كل يمشي في طريق، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا فيه تحريم بيع المسلم على بيع أخيه. المسلم له حق على أخيه المسلم، لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه ولا يخطب على خطبته. وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة في الله جل وعلا، والأخوة في الله لا يجامعها أبدا ولا يكون معها شيء مما مر ذكره من الحسد والتباغض والتدابر وغير ذلك. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه، يدل على تحريم الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شيء حرمه الله على نفسه أيبيحه لك؟ شيء حرمه الله على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا بأقل شيء وأدناه، حتى بالكلمة، بالنظرة، بالغمزة، باللمزة، فكل هذا فيه اعتداء على أخيه بأن تحقره، أن تحط من قدره. الظلم ظلمات يوم القيامة ولا يخذله. تحريم خذلان المسلم لأخيه المسلم. أنت مأمور بنصرة أخيك ظالما أو مظلوما. قيل: أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يده تكفه عن ظلمه، هذا نصرك إياه. ولا يحقره. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يحب أن يكون ذا هيئة حسنة. قال: ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، لا بأس بهذا ما لم يكن فيه إسراف ولا مخيلة، أي خيلاء، لا بأس، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث، من غير إسراف ولا مخيلة، لا بأس. لكن الكبر بطر الحق، تدفع الحق على من جاء به، إما لصغر سنه أو لحقارة أمره أو لوضاعة نسبه أو لغير ذلك من الأسباب الدنيوية. الكبر بطر الحق وغمط الناس، النظر إليهم بمؤخر العين ازدراء، احتقار الناس، الاستهزاء به، هذا محرم. من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر الذي هو بطر الحق وغمط الناس لم يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر الذي من وجد في قلب أحد منه مثقال ذرة لا يدخل الجنة، بطر الحق وغمط الناس. فاقبل الحق من كل من أتى به ولا تستكبر، فإن رددته ففيك كبر. ولا تحتقر الناس،
بل نعامل الناس على أن لهم عند الله من المقام ما هو فوق مقاماتنا إن كان لنا عنده مقام. ليس لنا عند أحد حق، وليس لنا على أحد من فضل، الفضل لله، ولو خرجنا كفافا لا لنا ولا علينا لكنا من الفائزين، كما قال الفاروق رضي الله عنه. المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، يحتقر الناس ويزدريهم، لا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم. التقوى ها هنا يشير إلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. احتقار المسلم من الأمور الخطيرة، يكفي من الشر، وهذه الصيغة تدل على خطر هذا الأمر، يكفي المرأة من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لأنه لا يحقره إلا لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. الكبرياء لله وحده، والعظمة لله وحده، من نازع الله تبارك وتعالى فيهما أحد قصمه الله. احذر، فإنك تنازع الله تعالى ما لله به اختصاص، هذا لله وحده. الكبرياء لله والعظمة لله تعالى وحده. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا مما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكبر مجمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب في حجة الوداع، لكي تسمع الدنيا كلها وليتناقل هذا الأمر العظيم من الأجيال إلى الأجيال، من فم إلى سمع، ثم من فم إلى سمع، إلى أن يأذن الله برفع القرآن والعلم بين يدي الساعة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان. العرض ليس هو الصورة الضيقة التي تأتي بصورة ذهنية في الذهن، هذا جزء منه، أما العرض في اللغة فهو موطن المدح والقدح في الإنسان. فمهما اعتديت على أخيك بشيء يحط من قدره أو هو يكرهه، فهذا اعتداء على عرضه، وهذا حرام.